رحمة الله وبركاته. مش دي برضك مزرعة الحاج عبد التواب ولا أنا غلطان؟ هي صح، أنت مش غلطان. طيب أنا معايا نقلة علب بعتها معايا الحاج عبد الجليل. ماشي، خلي السواق يلف العربية وأنا هشونها في المخزن. أنت بنفسك؟ أنا جميلة بنت الحاج عبد التواب. أهلا وسهلا بيكي، بس ما تجيش يعني إنك تنزليها بنفسك. بقول لك يا اسطى، المخزن هناك، ها لازم نقلة العلف وحسابك عندي. كتر خيرك يا أنا الغريب وأخت الحاج عبد الجليل. أهلا وسهلا، معلش كان نفسي نضيفك، بس أنا واقفة لحالي في المزرعة. أنا تحت أمرك في أي حاجة. كتر خيرك. إيه اللي قومك من فرشتك يا بوي؟ زهقت من الراكدة يا بنتي. كيفك يا غريب؟ كيفك أنت عم عبدالطواب؟ ألف سلامة عليك. الحمد لله يا ولدي. الحج أخباره إيه؟ الحمد لله بخير، أنا جبت نقلة العلف زي ما وصاني. أيوة بس أنا ما معيش دلوقت عشان أدفع يا غريب. الحاج وصاني أجيب نقلة العلف وبس، وما قاليش حاجة على الحساب، دي حاجة بينك وبينه. كتر ألف خيره. على العموم أنا هعدي عليه وأشكره. أمال العلف وين؟ السواق بيشونه في المخزن يا بوي. طيب أروح أشوف. أتفضل يا عم عبدالطواب. تسمحي لي يعني بعد ما أخلص شغلي كل يوم أعدي أطمن على المزرعة؟ تشرف، يا أهلا وسهلا. طيب أروح أشوف عمي عبدالطواب لحسن يكون محتاج حاجة ولا محتاجة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.